ويقول: بعض الناس عندما يصلون يدعون فرج بين صفوفهم ولا يحرصون على سد الفرج، فما نصيحتكم؟ وهل نصلي بجانبهم؟ هذا من الخلل، من الخلل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعديل الصفوف، وأمر بسد الخلل، بأن يصف المسلم بجنب أخيه المسلم ولا يكون بينهما فرجة، تراص في الصفوف. هذا من مكملات الصلاة. والخلل هذا خلل في الصلاة، لأن الشيطان يدخل من الخلل ويشوش على المصلين. لا تدعوا فرجا للشيطان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فرجات للشيطان. لكن ننبه على ظاهرة الآن أراها من بعض الناس، إذا وقف في الصلاة يباعد بين رجليه، يباعد بين رجليه غير المعتاد، ويضايق من بجانبه من هنا وهنا، ويأخذ مساحة من الصف والناس في ضيق وفي زحام، هو يأخذ مكان رجلين لأنه يباعد بين رجلين. هذا غير مطلوب وغير مشروع. تقف في الصلاة وقوفا عاديا، تقارب بين رجليك ولا تباعد بينهما، ليس هذا من السنة. السنة أنك تقف وقوفا عاديا. أما هذا العمل فهو من التكلف، وأيضا فيه إضرار بالناس، تزاحم من بجانبك من هنا وهنا، وتأخذ مساحة من الصف، الناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها، يصلون الناس في الطرقات وفي بحاجة إلى الصفوف. فعلى المسلم أنه يراعي هذا الأمر. نعم.